اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في خبر اليوم، نقدمه لكم من قناتكم شوف تي في. كشفت مصادر إعلامية بأن الجيش الجزائري حشد قواته على الحدود المغربية التي تشهد حالة استنفار قصوى، بعد أن كشفت مصادر عسكرية مطلعة أن الجارة الشرقية حركت منصات صواريخ باليستية في اتجاه الحزام الأمني. وأكدت ذات المصادر بأن الصواريخ الروسية التي وصلت إلى المنطقة العسكرية الثالثة تنتمي إلى الجيل الرابع البالغ التطور، كما أن المنصات المحمولة يمكنها إسقاط جميع وسائل الهجوم الجوي الموجودة حاليا بما فيها الطائرات والمروحيات والطائرات الموجهة عن بعد والصواريخ المجنحة والصواريخ الباليستية، مضيفة بأن عناصر القوات المسلحة الجزائرية المنتمية إلى المنطقة العسكرية الثالثة تدربت على استعمال الصواريخ أسابيع قليلة في إطار ما سمي بالتمرين البياني المركب مع الرماية الحقيقية بالذاخرة الحية، الذي اعتبرت تقارير مخابراتية أنه يكرس توجها استراتيجيا ضد المغرب، على اعتبار أنه كان بمثابة اختبار للقدرة على إنجاز عمليات برية وجوية حقيقية ضد قوات برية كلاسيكية كبيرة مزودة بالمدافع والدبابات وقاذفات الصواريخ والطائرات والمقاتلات في منطقة صحراوية. تقارير أخرى كشفت إنهاء جنرالات الجزائر عملية تطوير سلاح بوليساريو بترسانة دبابات وناقلات جنود وقذائف، مع استفادة الجبهة الانفصالية من صفقة تسلح سرية. وفي هذا الصدد قال المحلل السياسي عبد الرحيم منار سليمي في اتصال له مع شوف تي في إن كل التقارير والتحليلات تشير إلى أن سقف التوتر يرتفع يوميا، وبالتالي فإن اقتراب وقوع سيناريو الحرب أصبح متوقعا. لنستمع لمنار سليمي. أولا يجب أن نتوقع سيناريو الحرب مع الجزائر. كل التقارير والتحليلات تشير إلى أن سقف التوتر يرتفع يوميا، وأننا أقرب إلى سيناريو الحرب من أكثر من أي مرحلة مضت. الذين يتابعون تحركات الجيش الجزائري وخاصة في المنطقة الثالثة التي يقودها سعيد شنقريحة سيلاحظون بأن المناورات لم تتوقف طيلة السنوات الماضية، أتحدث عن 3 سنوات الماضية، لدرجة أنه لم يعد، بمعنى أنهم استعملوا مناورة عسكرية تخلق ما بين الجيش الجزائري وميليشيات البوليزاريو، بمعنى أنهم اشتغلوا مع البوليزاريو، دربوا البوليزاريو، وآخر المعلومات تقول بأنهم سلحوا البوليزاريو، وهذا كله يدخل في خانة عدوان، بمعنى أنه عدوان يهدد السلامة الترابية في المغرب. هذا الوضع بمعنى أنه اليوم حسب قوات تبادر البوليزاريو إلى إعلان الحرب ويكون مدعوما من طرف الجيش الجزائري. كل هذه الأمور تجري وراء الجدار، ويبدو بأن الجدار الأمني المغربي هو المستهدف، وهنا تدخل معطيات أخرى. إذا كان الجدار الأمني المغربي هو المستهدف في الدرجة الأولى من خلال نشر صواريخ جزائرية، معنى هذا أنهم يحاولون خلق منطقة من الفوضى وراء الجدار، وقد تحاول اختراق بعض الممرات. إذا ما يجري هو صعب، خاصة هذه الاستعدادات التي تجري في المنطقة الثالثة بقيادة اللواء شنقريحة. ولكن دعنا هنا نفهم لماذا هذا السيناريو هو أقرب اليوم في العلاقات المغربية الجزائرية. يبدو بأن الذي يقود اليوم السلطة هو العسكري الجنرال القيد صالح، ويبدو بأنه لما تخلص من توفيق مدين أنه تغلب على ما يمكن أن نسميه بالجناح، جناح بوتفليقة، الذي كانت فكرة الحرب ليست موجودة لديه بقوة كما هي موجودة لدى القيد صالح. واليوم نحن نواجه ثلاثي، وهو القيد صالح كقائد القوات الجزائري، والذي يقدم نفسه بأنه رئيس الدولة المقبل، ثم هناك قائد المنطقة الثالثة سعيد شنقريحة، وهناك إبراهيم غالي الذي هو زعيم البوليزاريو الذي هو جزائري بمعنى تابع للقيد صالح يطبق كل أوامره.
الأوراق الموجودة لدى القيد صالح لكي يحاول أن يحاول مسألة امتصاص ما يسمى بالوضع الداخلي الذي ينهار يوميا لدى الجزائريين، والتموقع كرجل أزمة والتموقع كرئيس دولة مقبل يقربه، بمعنى أنه يجعله يبحث في هذه الورقة التي هي ورقة الدفع نحو حرب مع المغرب، بمعنى أن هناك أوضاع داخلية داخل الجزائر هي التي تشرح لماذا هذه ورقة أو سيناريو الحرب هو الأقرب، بمعنى أن القيد صالح اليوم قد يشعل حرب في المنطقة للتموقع على مستوى السلطة ويكون هو خليفة بوتفليقة، أن يدفع بالجزائريين نحو الحرب مع المغرب لكي يحتوي الوضع داخليا ويصبح هو رئيس الدولة. إذا نفهم هذه المسألة جيدا، لهذا نقول بأن السيناريو الأقرب اليوم بين المغرب والجزائر هو سيناريو الحرب. ولكن دعني هنا أوضح من خلال التاريخ، دائما كانت لما يكون هناك صراع على السلطة داخل الجزائر فإنها تعمد إلى مسألة خلق توتر مع المغرب والذهاب نحو سيناريو الحرب، بمعنى يكون حاضر مثلا حرب الرمال في الستينات فهي ناتجة عن صراع كان بين مدنيين وعسكريين داخل الجزائر قاد إلى اشتعال صراع مع المغرب. في سنة 1991 لما كانت الجزائر تنهار بمعنى نشبت فيها العشرية السوداء فهي ضغطت على البوليزاريو لكي يوقع اتفاقية وقف إطلاق النار مع الأمم المتحدة. الوضع اليوم هو يمكن أن نقول بأنه يجمع ما بين الوضعيتين السابقتين. القيد صالح يعرف جيدا بأن الجزائر هي مقبلة على عشرية سوداء، والعشرية السوداء بمعنى أنها يمكن أن نقول بأن بوادرها بدأت الآن في مجموعة من المناطق الجغرافية الجزائرية. هناك الحديث على مجموعة من الجماعات الإرهابية التي تعود بقوة، وهناك جماعات توظف بمعنى أنها توظف من طرف القيادة العسكرية ومن طرف المخابرات الجزائرية، ولكن هو يدفع بمعنى يحاول أن يدفع في اتجاه الحرب مع المغرب لأولا لكي يشتت الأنظار بالنسبة للجزائريين نحو عدو مفترض دائما بالنسبة في الثقافة الجزائرية وهو الثقافة العسكرية الجزائرية وهو المغرب بالنسبة إليهم، وأيضا لمحاولة التموقع على مستوى السلطة. لهذا نفهم ما يجري ونقول بأن سيناريو الحرب هو الأقرب إلى المنطقة، ويمكن أن نتوقع كل شيء. أكثر من ذلك أن البوليزاريو يوجد في وضعية ينتظر تلقي أوامر من الجزائر لكي يعرف ماذا سيفعل، هل يستمر على مسألة الطريق في عملية العرقلة للشاحنات وهو عمل من أعمال العدوان، أم يتراجع. ولكن يبدو بأن الجزائر اليوم عن طريق القيد صالح تحكم جيدا هذه الورقة، تحكمها عسكريا ورقة البوليزاريو، وسوف تدفع إلى خرق وقف إطلاق النار لتدخل الجزائر بعدها. إذن يجب الذي يفكر في السلم يجب أن يفكر أيضا في سيناريو الحرب الذي يبدو قريبا، وهذا يحتاج إلى محاولة الاشتغال على محاولة احتواء الوضع وبمعنى والتنبيه إلى سليمي. أضاف في تحليله بأن نشر الجيش الجزائري لصواريخه وتعاونه مع ميليشيات جبهة البوليساريو يأتي من أجل استهداف الجدار الأمني المغربي، وذلك لخلق الفوضى بالمنطقة وفتح واختراق بعض الممرات، موضحا بأن القائد الحقيقي لهذه الخطة هو الجنرال أحمد قايد صالح بعد تخلصه من القائد بومدين ومن جناح بوتفليقة بمساعدة القائد سعيد تنقريحة وقائد البوليساريو الجزائري إبراهيم غالي. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام خبر اليوم، إلى اللقاء ودمتم في رعاية الله.